تعرف مين اللي هيجي المؤتمر ده؟ مين المسؤول عن المؤتمر ده؟ هي مصر اللي منظماه، لكن ما اعرفش مين اللي يعني مصر هي اللي دافعه فلوسه؟ لا انا مش بتكلم على فلوسه، مصر اللي منظماه. طب مين اللي دافع فلوسه؟ ما اعرفش. الامم المتحده؟ لا بس اكيد احنا الحكومه بتاعتنا بقدام هي قررت تعمل مؤتمر زي ده، فاكيد هي برضو. اجابه غلط. اوكي مش مصر اللي صارفه على المؤتمر، هي مصر بس يعني بتعمل الاستعدادات لاقامه المؤتمر. حلو، احنا الهوست احنا المضيفين. ايوه احنا المضيفين، وطبعا يعني دي دعايه سياحيه مجانيه لينا الحقيقه. اكيد يعني هم مظبطين الكلام ده عندنا احنا بفلوسهم هم. لا الناس دي كرم قوي الصراحه. الامم المتحده تقريبا صح؟ صح. لسه بسمع اخبار يعني. ايوه انت كمواطن مستفيده ايه من مؤتمر زي ده، او محاوله الدول ان هم يوصلوا لقرارات يحافظوا بيها اكتر على الكره الارضيه بشكل كبير؟ اكيد مستفاده، ان يعني اي حاجه هتبدا تضر فهنتناقش فيها كدول، فهنبدا يعني ناخد بالنا من النقط دي، ان احنا لو في حاجه نقدر نعملها نوقفها عشان المناخ ما يتاثرش بشكل كبير هنعمل ده. نمره واحد دي واجهه جميله جدا لينا كسياحه، كل الدول مجتمعين في مصر. الحاجه الثانيه ان مصر تهتم بالمناخ وتدي يعني كتبقى واجهه للدول ان احنا بنهتم بحاجات زي كده، دي بتساعد ان احنا كمان بنبص لكل ما يحوط بينا، مش احنا قاعدين في مكاننا. فده دي حاجه جميله جدا كسياحه، وكان احنا الدوله عندها بعد نظر يعني. طبعا بتبص لقدام. طبعا.